السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، ازيكم؟ عم عاملين ايه؟ معاكم ميس أمل حسني. إن شاء الله نبدأ مع بعض كده الدرس الثاني بتاعنا اللي هو اسمه التكوينات الجيولوجية في مصر. طيب هبدأ كده الأول في السلايد رقم 21. يعني ايه علم الجيولوجيا؟ علم الجيولوجيا يعني باللغة اليونانية هو علم الأرض، وهو العلم الذي بيهتم بدراسة نشأة الكرة الأرضية والتطور الجيولوجي اللي مرت بيه وخصائص الصخور وأنواعها وتاريخها، وينقسم إلى فروع عديدة. عندي بينقسم لحاجة اسمها علم الحفريات وعلم الطبقات الصخرية. يبقى احنا كده عرفنا يعني ايه علم الجيولوجيا. علم الجيولوجيا يعني علم اللي هو وصف الأرض، أو علم اللي بنقول عليه العلم الذي بيهتم بنشأة الكرة الأرضية. طبعا هو فيه اختلاف ما بين الجغرافيا وعلم الجيولوجيا. طيب الجغرافيا وصف الأرض، لكن الجيولوجيا علم اللي هو دراسة الأرض وتطورها الجيولوجي. طيب بعد كده عندي في السلايد رقم 20، بص كده أنا عندي في حاجة اسمها الأزمنة والعصور الجيولوجية. طيب كلمة زمن يعني فترة أو حقبة من الزمن. هنتكلم على الفترة أو الوقت اللي عدى عليه مصر بالصخور. أنا عندي في كده الأزمنة الجيولوجية عندي بتنقسم إلى في زمن أركي، وفي زمن أول، وفي زمن تاني، وزمن ثالث، وزمن رابع. زي ما انت شايف كده عندي ان كل زمن بينقسم لعدد من الايه العصور الاخرى ما عدا الزمن الاركي، لان الزمن الاركي المفروض ان هو اقدم واحد فيهم خالص. طيب طبعا راح اسيب ده وهرجع له تاني. بص معايا بقى كده في السلايد رقم 23، بيقول لي التكوينات الجيولوجيه بنرتبها من الاقدم الى الاحدث. يعني انا هبدا باقدم الصخور وبعد ببتدي بعد كده بطلع باحدث حاجه اللي اتشكلت بيها مصر. طيب تعالى كده هبدا باول حاجه خالص، تكوينات الزمن الاركي. تكوينات الزمن الاركي بتعتبر اقدم حاجه فيهم. هي الصخور بقى بتاعته نوعها ايه؟ بيقول لي هي صخور الناريه ومتحوله بلوريه شديده التعقيد. بيقول لي طبعا هي شكلها الكتلي ده، بيقول لي خلوها من الحفريات، مش هتلاقي هنا حفريات عشانها قديمه جدا، والباقيه الثانيه بيقول لك جايه من الكتله، الحاجه اسمها الكتله العربيه الايه النوبيه، على اساس ان مصر بيقولوا انه زمان اتكونت على حاجه اسمها الكتله العربيه النوبيه اللي تاسست عليها مصر بعد كده والصخور بتاعتها. طيب بعد كده هتكلم على برضو انا لسه في نفس السلايد، انا عايز اعرف بقى كل زمن من دول مساحته كام بقى في مصر. والله الزمن الاركي مثلا 10% من مساحه مصر، وهو الاساس اللي بنيت عليه مصر. زي كده لما بتيجي بتبني عماره بتحط الاول الاساس، فيعتبر او افتكر على طول ان الزمن الاركي هو ده الاساس اللي عندي تحت. طيب بعد كده بيجي يقول لي انواع صخور الزمن الاركي، ايه الصخور اللي ممكن الاقيها؟ بيقول لي والله هي من عشان من اكثر انواع الصخور انتشارا، اللي هي زي الجرانيت، زي البازلت، في برضه صخور اسمها النايس، في الشيست، كل دي صخور بتتكون منها الزمن الاركي. اهميتها ايه؟ بيقول لي كل زمن من دول طبعا بنلاقي فيه حاجه، والحاجه اللي بنلاقيها ليها اهميه. يعني انا عندي مثلا الزمن الاركي بيحتوي على العديد من المعادن الفلزيه. يعني ايه فلزيه؟ يعني ليها قابليه لانها توصل الكهرباء. زي ايه كده؟ زي الحديد، الذهب، المنجنيز، وبيوجد طبعا بعض الصخور اللي هي صلبه قوي بنستخدمها في البناء زي الجرانيت والرخام. حاجه كده عامله زي الايه اللي عندك في السيراميك اللي في البيت، وفي اللي هي الرخامه، كل دي بتبقى جرانيت ورخام. وطبعا هو هنا في الخريطه اللي هو لونه بينك عندك هنا ده الزمن الايه الاركي. وطبعا هو موجود زي ما انت شايف كده، موجود عند جبال البحر الاحمر، موجود عندي في المثلث الجبلي في سينا في جنوب سينا، وعندي كمان موجود في جبل العوينات. يبقى دي تكوينات الزمن الايه الزمن الاركي. زي ما انا قلت كده، بص معايا كده في السلايد رقم 25 اللي انا قلته، المثلث الجبلي في جنوب سيناء،
وطبعا هو المكان ده اقصر مناطق مصر وعوره. ليه وعوره؟ علشان هو مفروض ان هنا في اكبر جبل عندي في مصر اللي هو جبل سانت كاترين، وعندي كمان في جبال البحر الاحمر، وعندي في جبل العوينات اللي هو موجود في جنوب غرب الصحراء الغربيه، وفي منطقه برضو شديده الصلابه موجوده ناحيه اسوان اسمها منطقه الجندل الاول، وانا هبقى اشرح الجندل دي يعني ايه في الدرس اللي بعد كده. طيب بعد كده عندي التكوينات اللي بعد كده، تكوينات الزمن الاول. احنا خلاص قلنا هنبدا من الاقدم، الاقدم اسمه اركي، اللي بعديه اسمه الزمن الاول. الزمن الاول بيتكون من 6 عصور جيولوجيه، وبيقول لي بيتكون من صخور معظمها من حجر رملي. حجر رملي يعني رمل، هو يعني هو نسبته على فكره في مصر عندي مش كتيره، وفي نفس الوقت هو رمل. طيب فبالتالي مش هيبقى ليه عندي اهميه قوي. هي مساحته حوالي 1.2 من مساحه مصر، والتوزيع الجغرافي ليها هو فين؟ موجود في حته اسمها وادي عربه في شمال الصحراء الغربيه فوق، وعندي في وسط وغرب سيناء وقرب جبل العوينات. في فرق ما اقول عند جبل العوينات وقرب، يعني قريب من الايه؟ الجبل. وطبعا تعد صخور العصر الكربوني بتاعه ده اهم حاجه فيه. طيب بعد كده نطلع على السلايد رقم 27، تكوينات الزمن الثاني. طبعا هو ليها اسم اللي هي الترياسي والجراسي واليكريتاسي، والاسماء بتبقى يعني عاده ما بتجيش يعني كتير في الامتحان، مش مطالب بيها قوي، انت مطالب بس الزمن اسمه ايه. طيب عندك بعد كده دي خريطه للتوزيع الجغرافي ده لكل الازمنه الجيولوجيه، وبص كده عندك في مفتاح الايه الخريطه عندك تحت جايب لك كل زمن وهو فين. طيب بعد كده عندك في السلايد رقم 30 هتكلم على الزمن الثاني. الزمن الثاني المساحه في مصر بتاعته حوالي 42% من جمله مساحه مصر، وتعد صخور الكرتاس اللي هي بتاعته اقصرها انتشارا، وهي بتمثل نسبه حوالي 40% من مساحه مصر. طيب معنى كده ايه؟ معنى كده ان الزمن ده موجود بكثره في مصر. ما انا قلت الزمن اللي هو الزمن اول واحد الاركي كان 10، والاول كان 1%، ده زي ما انت شايف كده 42، يبقى ده كده اكتر، اللي بعدهم اقل. طيب بيقول لي طبعا هو بيتكون من صخور بقى اسمها حجر رملي نوبي. طب ما التاني كان حجر رملي بس، حجر رملي بس ما فيهوش حاجه، لكن الحجر الرملي النوبي ده مفيد لينا جدا، لان هو فيه صخور اسمها الصخور الطباشيريه اللي هي بتبقى متخزن فيها كذا حاجه زي ميه الجوفيه والبترول. طيب هو سمكه حوالي 2000 متر، بيقع في الجزء الجنوبي من الصحراء الغربيه والشرقيه، هضبه الجولف الكبير وهضبه العبابده، منخفض الواحات البحريه واجزاء من منخفض الايه الفرافره. وبرده تبص على الحاجات دي على خريطه، وموجود في مساحات كبيره من هضبه العجمه والتيا في وسط سيناء وجبل المغاره في شمال سيناء. طيب يبقى ده كده مكانه فين. بعد كده بص معايا على رقم 31، ايه الأهمية الاقتصادية لصخور الزمن الثاني؟ أنا لسه قايلة إن هي فيها مية جوفية وفيها بترول وفيها كمان حديد، وتحتوي صخور الطباشيرية على خام الفوسفات، وتوجد في جبل المغارة فيها رواسب كمان. أنا عندي فحم، عندي كمان في فحم. طيب بعد كده عندي في السلايد رقم 32 تكوينات، اتكلم على الزمن بقى الثالث. هو بيتكون من 5 عصور، مساحته تبلغ مساحته حوالي 33، برضو ما زال الزمن الثاني كده هو اكبر حاجه، وصخوره هي من صخور عصر الايوسين والمايوسين، واكبرها مساحه الاثنين مع بعض عاملين لي حوالي 30% من مساحه مصر. طيب هات لي السلايد رقم 33، تكويناته احنا قلنا الصخور بتاعته موجوده، بيقول لي طبعا لقوا فيها بقايا حفريات وكانوا لاقيين حاجات يا كتيره، والتوزيع بقى الجغرافي ليها في الهضبه الايسونيه الوسطى وهضبه مريكا وهضبه المعازه واجزاء من هضبه العجمه والتيه في وسط سيناء ومناطق متفرقه على سواحل البحر الاحمر وخليج السويس. بعد كده اهميته
صخور الزمن الثالث بتستخدم في اغراض البناء والاسمنت والجبس، السلايد رقم 34، وتحتوي تكوينات الميوسين على مصايد البترول والجبس. رقم 35 ده كده شكل لانواع الصخور اللي عندي، في الناريه والمتحوله والرسوبيه وفي الرخام وفي الجرانيت. 36 تكوينات الزمن الرابع. الزمن الرابع بيقول لي رغم صغر عمر هذا الزمن الا انه قد ترك اثار واضحه في مصر. هي تكويناته حوالي 14% من مساحه مصر، وهي رواسب سطحيه قليله السمك. طيب السلايد 37 دي الحاجات اللي ممكن نلاقيها في الزمن الرابع، وخد بالك الزمن الرابع هو احدث حاجه. طيب وعندي هنا مثلا في رواسب الرمل بفعل الرياح، وفي عندي رواسب طين اللي هي عملتها السبخات، وفي عندي الياتلال الحجر الجيري، وفي الشواطئ الرمليه والمرجانيه، كل ده يعتبر يا حديث. الشعاب المرجانيه في البحر الاحمر، عندك التربه بتاعت وادي النيل والدلتا اللي بنزرع فيها، كل دي بتعتبر زمن رابع ودي حاجه حديثه. طيب هنتكلم بعد كده العوامل اللي شكلت سطح مصر في نفس الدرس. هتكلم على عوامل تشكيل سطح مصر في السلايد رقم 39. عوامل تشكيل سطح مصر، في العوامل البطنيه وفي العوامل الخارجيه. العوامل البطنيه التصدع، التداخلات البركانيه، الالتواءات، التعريه المائيه، وفي عندي التعريه بفعل الايه؟ رياح. طب هتكلم دلوقتي على الصدع والصدوع. طبعا في عندنا ايه كريمه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم والارض ذات الصدع. الصدع ده اللي هو ايه؟ الصدع ده اللي هو بيعتبر الانكسار او الكسر اللي بيحصل في الصخور اللي ربنا خلقها ليه. عندك هنا في السلايد 41 بيقول لك الغلاف الصخري يوجد عليه شبكه هائله من الصدوع بتمتد لمئات الالاف من الكيلومترات، ولكن طبعا وبيقول لك لماذا اقسم الله بهذا الصدع في القران، لان بيقول لك هل تعلم ان لولا هذا الصدع لما كانت لحياتنا ووجود، لان في باطن الارض كميه هائله من العناصر المشعه اللي بتتحلل باستمرار، وطبعا لو ما كانش موجود الحراره ما كانتش الايه الحاجات دي انفجرت وطلعت لينا. وبيقول لي وانطلاقا من ذلك القسم، دي حقيقه كونيه ربنا خالقها لينا، والتي لم يستطع العلماء ان يدركوا ابعادها الا بعد الحرب العالميه الثانيه، وطبعا استمروا بعد كده يدرسوا باطن الارض والصدوع بالكامل. طيب في عندي السلايد 42 العوامل الباطنيه اللي شكلت سطح مصر. في طبعا حاجه اسمها لسه قايله الصدع او اللي يتصدع اللي هو ايه، بيقول لي مصر تعرضت في عصر الاولوجوسين، ركز على الكلمه دي، العصر الايه اللي حصل فيه صدع، عصر الاولوجوسين حصل ان مصر حصل فيها صدع واتكونت حركات ارضيه راسيه قعدت تاخد كذا شكل. من اهم هذه الايه الصدوع، في صدع موجود واضح في ناحيه جبال البحر الاحمر، وهو على اساس حصل الصدع ده اتكون بعد كده على اساسه الايه البحر الاحمر نفسه. وفي عندي المثلث الجبلي اللي موجود في جنوب سيناء، كل ده اتكون نتيجه صدع. طب في السلايد رقم 43 لسه قايله ان الصدع ده حصل في كذا مكان، بس اهم حاجه لازم اعرف ان هو في عصر اسمه عصر الاولوجوسين، وبعد كده حصل برضو في المثلث الجبلي لسيناء، والصدع في هضبه المعازه والعبابده في الصحراء الشرقيه والاجزاء الجنوبيه والوسطى في الصحراء الغربيه. وفي طبعا الصدوع زي ما انت شايف كده في الشكل، في شكل عندك اهو موريك الارض بتبقى عامله شكلها بيبقى عامل ازاي، بتبقى عامله تقريبا زي حرف الام كده، وبيبقى الارض بتنزلق بيطلع منها جبال وبتنزلق تاني ويطلع منها، فبتبقى واخده شكل كده عامل زي حرف الام. طيب السلايد رقم 44 كاتب لك انواع الصدوع، وفي 45 ده بيقول لك ده الاتجاه هو بيبقى ماشي كده، طبعا ما بيبقاش في خط مستقيم، لا بيبقى واخد كده زي فالق كده او كسر. السلايد 46 دلوقتي هتكلم على البراكين. طبعا استحاله يحصل بركان من غير ما يبقى فيه قبله زلزال.
فعلشان كده او الصدى اللي احنا قلنا عليه، فعشان كده الكلمه التداخلات البركانيه، البركان لما بيحصل بيبقى يعني هو خروج لاندفاعات وبازلت بركاني خارج من جوه باطن الارض. وبرضه حصل في عصر الاوليوسين مناطق اللي تعرضت للتداخلات البركانيه، في عندي جبل اسمه جبل كوتراني شمال الفيوم. عندي بعد كده في هنا بص كده في الخريطه رقم 47، ده شكل الجبل، في جبل اهو عندك فوق اسمه جبل كوتراني في الفيوم. طيب عندك بعد كده الالتواءات، الالتواءات دي حصل ضغط، حصل للقشره الارضيه ضغط بالذات جاي منين، من انهي مكان، من الشمال الشرقي، عمل لي التواء فظهرت بيقول لي اماكن حصل فيها قباب او بنقول عليه قب، والايه بيقولوا عليها الاقواس اليسوريه او بيقولوا عليها قبه، عامله زي قبه كده الكنيسه بيبقى واخد شكل القبه. وطبعا القباب عندي واضحه قوي في مصر، في حاجه اسمها قبو الايه البحريه اللي تسمى بعد كده ايه اللي هي واحه البحريه. طيب اشكال القباب 49، قال لي تبرز في جنوب الساحل الشمالي ومن امثلها في القباب الحلال والمغاره. خد بالك هم قباب وفي نفس الوقت جبال، بس بنقول عليها جبال قبابيه. وفي في الصحراء الشرقيه زي هضبه الجلاله وهضبه الجلاله القبليه والجلاله البحريه. وفي عندي برضو في الصحراء الغربيه لسه قايله زي قبو ايه قبو البحريه او منخفض الواحات البحريه. العمل الخارجيه اللي شكلت سطح مصر، في عندي تعريه مائيه وفي عندي تعريه بفعل الرياح. طيب انا عندي اول حاجه خالص هتكلم على التعريه المائيه. طيب انا عندي في الميه بتعمل تعريه، اه طبعا انا عندي في تنقسم التعريه المائيه لثلاث حاجات، ايه هي؟ في تعريه بفعل الانهار، وفي حاجه اسمها التعريه البحريه، وفي التعريه بفعل الميه الجوفيه. طيب دي بالنسبه للميه، وفي النوع الثاني اللي هي التعريه اللي بتحصل بفعل الرياح. طب هتكلم كلمه التعريه اصلا يعني ايه؟ التعريه يعني نحت ونقل وارسال. هات كده السلايد رقم 51. التعريه بتحصل من خلال الميه الجاريه اللي هي اللي بتيجي ماشيه، وبترسبها طبعا على جانبي زي نهر النيل، طبعا عمل الارض اللي حواليه من خلال ان هو قاعد ياكل وينحت فيها لغايه ما شق المجرى بتاعه. طيب عندي كمان في السلايد رقم 53 التعريه البحريه، ودي بفعل الامواج والتيارات الساحليه، ودي بتعمل على تشكيل السواحل وبتكون لي حاجه اسمها الرؤوس الرأس او الخلجان. وفي كمان عندي الاشكال الساحليه واللي هي بتختلف من مكان الى اخر، يعني مثلا تخطوا عندك في حاجه اسمها راس بناس، وفي الخلجان، وفي الشروم، وفي حاجه اسمها الجروف الساحليه. طيب عندك السلايد رقم 54 دي التعريه بفعل المياه الجوفيه. المياه الجوفيه بتعمل تعريه، ايوه، من خلال الشقوق اللي بتحصل في الصخور والميه اللي بتتسرب ليها، بتوسع لي حاجه اسمها الفواصل والشقوق وبتذيب الايه الصخور دي. طيب بيحصل ده ايه في مدى قد ايه؟ بيحصل طبعا خلال مدى يا كبير، وبتعمل لي حاجه اسمها الكهوف. يبقى النتيجه المترتبه على التعريف فعل الميه الجوفيه بتبقى شكل الايه الكهف. اخر حاجه عندي في الدرس التعريه بفعل الرياح. الرياح بتعمل لي تعريه طبعا، ازاي؟ الرياح طبعا ليها دور كبير جدا في انها بتنحت وبتنقل وبترصب لي ده، وده اقدر اشوفه واضح بالذات في الاماكن الصحراويه، بالذات في الصحراء، لان عندك الرياح نشطت بالذات في الوقت اللي هو الزمن الرابع اللي هي في المنطقه اللي كان فيها جفاف، وحصل ده من خلال حفر المنخفضات الصحراويه في الصحراء الغربيه. وكان في طبعا اللي ساعدها على كده عوامل ثانيه زي الشقوق وعمليات الاذابه بتاعه الرياح، وده حصل طبعا واضح قوي في منخفض القطاره ومنخفض الخارجه في الصحراء الغربيه. والكثبان الرمليه عندي في مصر مساحتها كبيره حوالي 40% موجوده في سيناء والصحراء الشرقيه والصحراء الغربيه. وعندكم حاجه اسمها بحر الرمال العظيم، ده برضو من تعتبر من التعريه. وعندي طبعا لسياده الجفاف في الوقت اللي احنا فيه طبعا ما بقاش زي الاول،
بس مين المسؤولة؟ ايه اسم الرياح اللي مسؤولة عن نقل الرمال؟ الرياح الشمالية الغربية هي السبب الرئيسي في تكوين الأشكال الرملية واتجاهات تحرك الكثبان الرملية. وبكده سنة أولى نكون الحمد لله خلصنا الدرس الثاني، وإن شاء الله أشوفكم إن شاء الله الدرس الجاي بإذن الله.